الثلاثون من يونيو، ملحمة وطنية أنقذت مصر من التفكك، أوقفت سيناريو الاستقطاب الممنهج الذي مارسته الجماعة الإرهابية ومخططاتها لنزع هوية مصر الثقافية والحضارية. في 30 من يونيو خرج الشعب المصري على قلب رجل واحد وعلى هدف واحد، مصر أولاً وقبل أي شيء. ملأوا الميادين والشوارع ليشكلوا نقطة تحول في مجرى التاريخ المصري الحديث، ثورة يونيو، ثورة شعب.